كمان اتكلم جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكورة المصري عن إمكانية اعتذار الأهلي عن المشاركة في بطولة كأس مصر في موسم 2024-25 بعد الاعتراض على المواعيد الجديدة للبطولة. وقال جمال علام رابطة الأندية هي اللي مسؤولة عن كل مباريات الدوري وهم مجبرين على مواعيد معينة بسبب منافسات الاتحاد الأفريقي، ومواعيد التوقفات هي السبب في التأخير الحالي. وعن إمكانية اعتذار النادي الأهلي عن المشاركة في كأس مصر، أكيد هتكون خسارة كبيرة، بنأمل أن تقام مباريات الكأس في موعدها. وقال كمان تواصلت مع حسام حسن بشأن التجمع المقبل بالنسبة لمنتخبنا الوطني، وبيأمل مدرب منتخب مصر في حضور اللاعبين يوم 25 أغسطس، يعني بعد ما ينتهي الدوري بسبعة أيام. وكمان اتكلم وقال لم نتخذ قرار نهائي بشأن إقامة مباريات الكأس في موعدها، وهنحسم ده بعد الحديث مع التوأم. ما يهمني هو منتخب مصر في المقام الأول، لأن المباراتين المقبلتين في غاية الأهمية. قال كمان أن رمضان صبحي كان في حسابات حسام حسن وإبراهيم حسن، وأنا ما اتكلمتش عن ده وما ذكرتش أي اسم. أنا أعاني من نقل تصريحات عني ولم أدلي بها، ولو حس أن أنا أخطأت في حقه فما فيش أي أزمة أن أنا أعتذر له. وعن استمرار ميكالي في قيادة المنتخب الأولمبي، فقال أن ميكالي مدرب كبير وهو صاحب فكر كبير جدا، وكنت أتوقع نجاحه مع المنتخب الأولمبي، وبتمنى أكيد استمراره معانا، وأكيد هنتكلم معاه، وكمان هناخد وهو أخذ على عاتقه مباريات الأولمبياد، وعانى كثيرا في البداية خصوصا في اختيارات اللاعبين الكبار. هذا الجيل بيضم لاعبين على مستوى عالي، وأكيد هيكون امتداد للمنتخب الأول. كمان كشف أن هو كان في تفكير في استمرار ميكالي، وأكيد هيكون مسؤول عن منتخب وليس مشرف. وكمان اتكلم عن الرؤية بشأن الناشئين، وعندنا رؤية أكيد. ده كلام من ميكالي، وحب أنه يستفيد من خبرات ميكالي فيما يخص الناشئين ومنتخبات الناشئين. طيب.